300 كيلوغرام من الذهب الصافي، وازدان بأثمن الأحجار الكريمة وأندرها بما فيها الجوهرة المسمى كوهينور، أي نور العلا. كانت الهيبة تغمر كل من يشاهده. هذا هو شاه جهان ملك العالم، كل ما أراد كان متوفر لديه. وحانت الساعة عندما علم شاه جهان أن حبيبة قلبه قد جاءها المخاض مع طفلها الرابع عشر. إلا أن عالم شاه جهان الجميل كان على وشك أن يتغير إلى الأبد. في برهانبور وفي ذلك الصباح الجميل اندفع الرسل نحو الملك وانحنوا أمامه يتملكهم الخوف. لقد كانوا يحملون أنباء غير سارة. لقد سمع الأطباء بكاء الجنين من داخل رحم الملكة. انطلق شاه جهان مهرولا باتجاه حجرة زوجته. قالت ممتاز لزوجها الملك: من المعروف أنه إذا بكى الجنين داخل الرحم فإن الأم لن تبقى على قيد الحياة بعد الولادة. بكى شاه جهان بلا وعي، فكل ثرواته وسلطته لا تساوي شيئا بدون ممتاز محل. وأمسكت بيده وقالت: بمشيئة الله سوف تحكم العالم، أما أنا فسأغادر هذا العالم بقلب حزين. رجائي الأخير أن تعدني بشيئين: أرجو ألا تنجب أطفالا من أي امرأة أخرى حتى لا يتنازع أبناؤها وأبنائي على خلافة العرش، وطلبي الثاني هو أن تبني فوقي ضريحا لا يوجد له مثيل في أي مكان في العالم. وبعد لحظات من ولادة الطفل جوهر آرا، فارقت ممتاز الحياة. وكتب أشهر شعراء العصر: عندما غادرت بلقيس زمانها الحياة الدنيا اكتنف الحزن ملك العالم، وخيم الصمت على القصر الملكي، ولم تسمع إلا أصوات القلوب المتحطمة. ومن كثرة أثواب الحداد بلونها الأزرق الداكن ظنت الأرض أن السماء قد هبطت عليها.
فقد الملك صوابه وهو يبكي بلا توقف، وأمضى أكثر من سنة كاملة في عزلة عن بقية العالم حدادا على زوجته. وعندما خرج من عزلته كان أشيب الشعر محدودب الظهر، وبدا كرجل هرم. وشرع أمهر حرفيي المجوهرات في ذلك العصر بإعداد ما يمكن أن يهدئ قلب الملك المحطم، واختاروا أنقى الأحجار الكريمة من اليشب الأبيض المعروف أنه يهون من معاناة من يتقلده، ونقشت على قلادة شاجهان آيات من القرآن الكريم لعونه على الشفاء من مأساته الكبيرة. وكان يضع القلادة بالقرب من قلبه الكسير. هونت الآيات القرآنية الكريمة من أحزانه، وشدت عزيمته للعودة إلى حكم بلاده. جروح قلبه لم تلتئم، ولإبعاد الحزن عن نفسه قرر أن يحافظ على وعده، فبدأ العمل لبناء نصب تذكاري يليق بالمنزلة التي كانت ممتاز تحتلها في قلبه. وفد أرقى الحرفيين والمصممين والبنائين والنحاتين من كافة أنحاء إمبراطوريته إلى مدينة آغرا. حكم شاهجهان إمبراطوريته 27 سنة أخرى، ولكنه لم يتشافى من حزنه على فقدان أعز جوهرة إلى قلبه. وغابت شمس المغولي العظيم خلف السحاب ولم تظهر مرة أخرى، وتمكن منه المرض، فعزله ابنه عن الحكم وأمر بسجنه. وعندما توفي شاهجهان نقل جثمانه عن طريق النهر في كفن من خشب الصندل ليدفن إلى جانب زوجته في الضريح الذي وعدها ببنائه. وسمي ذلك الضريح تاج محل. هذه قصة ملك عظيم كان يملك كل شيء، ولكنه فقد أهم شيء في حياته.